عليكم خوتي المغاربه، معكم اسامه راجل كلتون. كنتمنى ان العيد يدوز عليكم بخير والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتو وزوال الصغار زين. السلام عليكم، انا كلتون مرات اسامه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يدخل لكم هذا العيد بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. وبغيت نقول لكم كيف ما قال هو زواج الصغار زوين، حيت غادي تولدوا ولادكم وغيكبروا معاكم، المهم غدوزوا واحد لحظات زوينه بزاف. بغيت نقول لكم العيال ان شاء الله يكونوا حاد قشر العيد هذا. كما قلت خاص تهلاو في الوالدين، حاش ما شاء الله يشوف والديكم راه ما درتو والو في حياتكم. بغيت نعلن على واحد المفاجاه اللي هي انني انا حامله في الشهر الرابع، وفرحتني بزاف وبغيت حتى نتوما نفرحكم معايا. فرحه زوينه والله، حاش غتولي اب وغتولي عليك مسؤوليه، غتولي ليكوش قانون اي حاجه. كان والله انا فرحان، ومع هذا العيد درت فرحه كانت لان الزوجه ديالي حامله. الله يكمل عليها والله يفوق حالها على خير. انا يا باغي ولي، انا بغيت بنيه ولي جاب الله مرحبا بها.